سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا غالب في الصفة مع الشمس في جل النواحي في الأحياء ديالنا، ما عدا في بعض المناطق الوسطانية فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي صوت شرقي في السهول الغربية في المناطق الشرقية وحتى في السواحل الصحراوية. الخوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو طالعة شوية لما بين 55-80% في النواحي الساحلية وقل من 50% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال البارح والأيام اللي قبل منه، 25 درجة في واد الذهب، 26 درجة في اللوكوس، 28 درجة في عبدة، 31 درجة في الساقية الحمراء، 32 درجة في الشاوية وناحية الدكالة، 34 درجة في الغرب، سايس، الأطلس المتوسط، الريف والمنطقة الشرقية، 37 درجة في ناحية سوس، 38 درجة في ناحية الحوز، 41 درجة في تادلة، 42 درجة في درعا، و43 درجة في ناحية التفيلات. إذن الحال غادي يبقى غالب في الصفة مع الشمس في جل النواحي والريح الشرقي في عدة مناطق. الرطوبة في الجو طالعة شوية في السواحل وهابطة في المناطق الدخلانية والجنوبية، والحرارة طالعة والحال سخون عامة وسط النهار. وفي هذا الطقس تندويو بزاف على التكاثر ديال عدة أنواع ديال الحشرات والبخوش والدود في كل الزراعات والشجر، لكن حاجة مهمة ما خاصهاش تغيب على بالنا وهي السقا والعناية والصيانة بوسائل السقا، بحال بالخصوص الشبكة ديال السقا ديال الكوتاكوت، لأن مع الأسف الخسارة يمكن تكون كبيرة في الإنتاج وفي الجودة ديال الغلة إلا ما كانش السقا مقاد ومتبوع بعناية في المستوى. وإن شاء الله بالتوفيق والله يكمل بخير.